بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثانية، السيسي يتعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين وبتحقيق تطلعات الشعب. اجتماع طارئ اليوم لمجلس الجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش في مدينة البوكمال السورية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من النيل ونبدأها بعد الفاصل. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي باصطفاف المصريين في عمليات التصويت أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية. جاءت إشادة الرئيس السيسي في كلمة وجهها إلى المواطنين عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة. أتحدث إليكم اليوم مجددا معكم عهد الصدق والشفافية الذي عاهدتكم عليه، وأتجرد في خطابي إليكم من قواعد اللغة الرسمية أو التراكيب اللغوية المعتادة. سأحدثكم بمشاعر الفخر والاعتزاز التي أحاطتني، وأنا أتابع عن كثب مشاهد احتشادكم أمام لجان الاقتراع. ولم يكن احتشادكم بهذه الصورة الوطنية المبهرة من أجل اختيار شخص يرأس الدولة، بل كان احتشادا لتجديد العهد على مسار وطني انحاز أبناءه له وقرروا الاستمرار في خوض معركتي البقاء والبناء. وفي كلمته تعهد الرئيس السيسي بأن يكون رئيسا لكل المصريين، كما جدد الرئيس السيسي تعهده بالعمل على تحقيق تطلعات كل المصريين في مختلف المجالات. شعب مصر العظيم، ليس لدي ما أقوله لكم سوى أن أتوجه إليكم جميعا بالتحية والتقدير والاحترام على ما بذلتموه وتبذلونه من أجل مصر ذلك الوطن العزيز. وأعدكم وعد الصدق المبين بأن أظل على عهدي معكم مخلصا في عملي، غير مدخر لجهد، من أجل رفعة وطننا العظيم، وساعيا لبناء مؤسساته بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، وباحثا عن مكانته بين الأمم، عاقدا العزم على تحقيق التنمية والاستقرار وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه. وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع، فالذي جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك. فمصر تسع كل المصريين ما دام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية، والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب من أيديولوجيات محددة أو مصالح ضيقة. ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلنت في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97.8%. من جانبه أكد المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى رضاها التام عن نتيجة الانتخابات، مؤكدا على قوة المنافس ومشيرا إلى أن الانتخابات جرت بنزاهة وشفافية. إجمالي ما حصل عليه السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 21,835,387 صوتا بنسبة
97% و8% من الأصوات الصحيحة. إجمالي ما حصل عليه السيد موسى مصطفى موسى محمد وشهرته موسى مصطفى موسى 656,534 صوتا بنسبة 92% من الأصوات الصحيحة. هكذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية ليواصل حكم البلاد لفترة رئاسية ثانية. رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم أثنى على نسبة المشاركة ووعي المواطنين. وقف المصريون صفوفا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية رافعين أعلام مصر ومرددين اسم مصر صانعين بتراثهم ووحدتهم ووطنيتهم ملحمة كفاح لبناء مصر. من جانبه أكد المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد رضاه التام عن النتيجة مشددا على نزاهة العملية الانتخابية. أتنافس مع رئيس عبد الفتاح السيسي وهو طبعا قدره وقيمته وشعبيته كبيرة جدا ضخمة يعني. وانا بقولها دايما لو كان حد غير رئيس عبد الفتاح السيسي كنت جبت اصوات اعلى من كده بكتير جدا. ولكن النهارده احنا طبعا سعداء بهذه النتيجه لان انا اكون اجيب حوالي 700,000 تقريبا قصاد رئيس عبد الفتاح السيسي، فده يعني ده انجاز كبير جدا بالنسبه لي. ويرى مراقبون ان نجاح الرئيس السيسي يعني ان الشعب يدرك حجم الانجاز. مع توافر الامن واستقرار الامن، لان الاستقرار بيجذب الاستثمار، انا اعتقد انه هتبدا مجتمعات جديده ومناطق حره وتم فيها بالفعل في جنوب الصعيد وغيرها على اساس استثمار البشر، لانه الطاقه البشريه في مصر اغلى من الفلوس والاستثمارات الكبيره. وتمتد الفترة الرئاسية الثانية لأربع سنوات مقبلة. ولاية جديدة إذن للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات فارقة أكدت ثقة الشعب، هي رسالة واضحة من المواطنين مفادها أن الشعب يدرك حجم الإنجاز، لكنهم في انتظار المشاركة في موسم الحصاد في الفترة الرئاسية المقبلة. من الهيئة العامة للاستعلامات محمود العزالي، النيل. هنأ رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، وكذلك هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري والتي توجت بفوزه بفترة رئاسية ثانية. كما بعث البابا تودروس الثاني برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه بعث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية. هنأ العديد من الملوك ورؤساء دول العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز لفترة رئاسية ثانية، وتلقى الرئيس السيسي التهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وغيرهم من رؤساء دول العالم.
وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار بعد التحية، يعني كيف رصدت احتفال الشعب المصري، ردود الأفعال الشعبية من خلال الاحتفال في الميادين المصرية بتولي الرئيس السيسي فترة رئاسية ثانية؟ يعني بالتأكيد بإشارة اللجنة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرحلة ثانية، تبدأ المرحلة الأهم من وجهة نظري، وهي رسالة اللي أعطاها كل من شارك في هذه الانتخابات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن هي المرحلة الأهم للتعاطي مع مشاكل الداخل بنفس الحرفية اللي تعاطى بها مع المشاريع القومية أو الكبيرة في المرحلة الأولى. فاحتفالات الناس من وجهة نظري أو يعني بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الفوز هي رسالة في غاية الأهمية، وأنا متصور أنه بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بعد إعلان نتيجته بفوزه في هذه الانتخابات أعطت إيحاء باهتمامه بالمرحلة التالية وبأهمية التعاطي مع المشاريع اللي وثيقة الصلة بالمواطن واللي إلى حد كبير جدا مفترض أن نبدأ في التعاطي معها. نعم، طيب، يعني كلمة الرئيس السيسي للشعب عقب فوزه والتي تعهد فيها بالعمل على تحقيق تطلعات كل المصريين في المجالات كافة، وأيضا يعني عدم التفرقة بين من أعطى صوته للرئيس ومن فعل غير ذلك، كيف قرأتها وطمأنتي للشعب المصري في هذه الكلمة؟ يعني أنا متصور أنه مرحلة جديدة، هذه المرحلة هي مرحلة بداية في ظل استقرار هادئ موجود في الداخل، وهذا الاستقرار الهادئ يشجع الرئيس والحكومة التي سوف تتعامل معه في بداية التعاطي مع المشاكل الداخلية. احنا تحدثنا باهتمام الدولة بالمشاريع القومية، قناة السويس او المليون ونصف مليون فدان او غيره من مثل هذه المشاريع، لنبدأ في المشاريع الاهم او في القضايا الاهم اللي هي وثيقة الصلة بالمواطن، الطرق الداخلية، تعليم، صحة، عشوائيات، عدالة اجتماعية، علاقة بين حد أدنى وحد أكثر الأجور، وكل هذه الأمور. وأنا متصور أنه وفق هذه النتيجة مفترض أن تبدأ الحكومة في التعاطي مع هذه المشاكل، أخذا في الاعتبار بأنه من الممكن أن يكون في الأفق شكل من أشكال التغيير من ناحية التعاطي مع القوى السياسية. يعني هذه القوى السياسية اللي أكثر من 100 حزب سياسي لم تستطع أن تفرز في النهاية مرشح قادر على أنه ينافس الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أنه ينزل ببرنامج موازي أو برنامج بديل، الحقيقة في هذه المرحلة أنا متصور أن الحكومة بالاشتراك مع القوى السياسية الفاعلة من الممكن أن تعدل من هذا الواقع السياسي اللي كان محط لوم ويعني ومحط استنكار من كثير جدا من المراقبين. شكرا لك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. احتفل الشعب المصري بكافة أطيافه بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%، وشهدت ميادين محافظات الجمهورية احتفالات ابتهاجا بفوز الرئيس السيسي، حيث خرج آلاف المصريين إلى الشوارع للإعراب عن سعادتهم بهذه المناسبة، مؤكدين مواصلة العمل على تحقيق برنامج الرئيس السيسي على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. كما احتشد العديد من المواطنين أمام قصر القبة محتفلين بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثانية، وطالب المواطنون بمنح الشباب المزيد من الفرص خلال السنوات القادمة. بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، احتفل العديد من أطياف الشعب المصري أمام قصر القبة بفوز الرئيس بعد ثورتين واستكمال للاستحقاقات الدستورية، معبرين عن فرحتهم بمختلف مظاهر الفرح والسرور. الله أكبر عليه، الله أكبر عليه، الله أكبر عليه، نقول له ألف مبروك، ألف مبروك، وربنا يوفقه. عايزين يعمل حاجة للشباب مصر ويعمل حاجة لبلدنا عشان مصر تضم الدنيا، ما تستاهلش الا كل خير. اقول للرئيس الف مبروك، وان شاء الله من تقدم لتقدم، وان شاء الله مصر امانه في ايدك، وان شاء الله نحقق حلمنا كلنا يا رب. عايزين يفضل يكافح الارهاب لغايه الجيش، الشعب كله معاه، ربنا يقدرك على مصر وربنا يكون في عونك.
صوت جموع المصريين يؤكد على عظمة هذا الشعب في مساندة الوطن والرئيس، مطالبين الرئيس بالعديد من الإصلاحات في مختلف الميادين. بنقول للرئيس ألف مبروك لشعب مصر كله، وبنطالبه بكتير. الناس كلها فرحانة بيه، عايزين يقف مع الناس الغلابة. هو عمل كتير وفعلا عمل مشروعات هتفيد ولادنا، هتفيدنا وتفيد ولادنا. احنا بنقول له الناس بتحبك، اقف مع الناس. احنا عايزين من الرئيس انه ينتبه للشباب شوي. بنحبك 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 بنحبك. مشهد احتفال المصريين دليل دامغ على ان ارادة الشعب ووعيه تعكس مدى ثقتهم بالرئيس وحرصهم على صالح الوطن. فرحة عارمة غمرت قلوب المصريين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة انتخابية ثانية، مطالبينه باستكمال ما بدأه من إنجازات والقضاء على الفساد والإرهاب. من أمام قصر القبة، أحمد سعد الدين، النيل. يعقد اليوم مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بناء على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت ومصر والأردن لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي إن الاجتماع سيبحث الجرائم ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني. للمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله دكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور عبد المجيد، بعد التحية، يعني إلى أي مدى يمكن التعويل على الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؟ يعني دائما يجب التعويل على الجامعة العربية ويعني الأمة العربية من خلال هكذا صيغ واجتماعات، لكن الشعب الفلسطيني يريد من هذه الجامعة ومن هذه الاجتماعات أن تخرج دائما بنتائج عملية. يعني هناك وقفة شعبية فلسطينية عارمة في يوم الأرض وبصورة سلمية وحراك شعبي. إسرائيل خرقت كل القوانين يعني وقتلت الناس عن عمد وعن إصرار وعن ترصد. هذه جرائم تعتبر بكل المقاييس. على الأقل يجب أن يكون فعلا هناك تحقيق دولي نزيه ومستقل. الجامعة العربية يجب أن تعمل بشدة وبشكل حقيقي مع كل أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى هكذا لجنة، حتى لو رفضتها إسرائيل فهذا سيضاف إلى سجلها بانتهاك القانون الدولي. أقصد أن هذه الاجتماعات دائما هي اجتماعات مرحب بها، لكن الأهم هي أن تأخذ صيغ عملية وفاعلة وحقيقية في محاصرة السياسة الإسرائيلية وفي وضع إسرائيل أمام يعني مؤسسات القانون الدولي. هذا ما يريده الشعب الفلسطيني. شكرا لك دكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس شمال الضفة الغربية، وكان جندي إسرائيلي قد أطلق النار على الشاب بعد أن اصطدمت سيارته بمحطة انتظار الحافلات قرب مستوطنة إرئيل جنوب نابلس، فأصيب بجروح خطيرة دون وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال أو الموجودين بمحطة الحافلات. وزعمت مصادر إسرائيلية أن سائق المركبة قاد سيارته مسرعا باتجاه المحطة، الأمر الذي دفع جنود الاحتلال لإطلاق النار عليه. شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية. تجددت الاشتباكات بين القوات السورية وتنظيم داعش في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور،
وأفادت مصادر بأن ما يقرب من 400 مقاتل من تنظيم داعش في مدينة البوكمال عبروا في مجموعات من منطقة الشفعة بشرق الفرات تحت غطاء من القصف المكثف إلى غرب الفرات، واشتبكوا مع القوات السورية والمقاتلين الموالين لها. يذكر أن 20 عنصرا من الجيش السوري قد قتلوا أمس إثر سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش في مدينة البوكمال. طالبت الحكومة السورية الفصائل العسكرية في القلمون بتسليم السلاح وتسوية الوضع، مهددة بشن عملية عسكرية مشابهة لتلك التي شنتها القوات السورية في الغوطة الشرقية. في غضون ذلك، أعلن المركز الروسي للمصالحة أن أكثر من 40,000 شخص عادوا إلى منازلهم في بلدات الغوطة الشرقية حتى اليوم، وأن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوما مستمر تمهيدا لاستعادة الجيش السوري للمنطقة بالكامل. خوفا من الجوع أصبحت إرهابيا، بهذه الكلمات اختصر عمر 5 سنين من المعاناة في ظل فيلق الرحمن الذي جند المئات من شباب الغوطة الشرقية. فإما أن تقاتل معنا أو تحرم من الطعام أو تقتل. قالوا لي يا تحمل سلاح يا بنحطك بالسجن، يعني ما عندها غير الخيار. تريد العالم طلعت من الجوع والله. إذا ما انضميتي مع فصيل ما بتاكلي. هذا اللي صار فينا نحن. وبالفعل هلا هن وطلعوا وصاروا يقولوا علينا انه نحن خناهم ما ادري شو الايام جايه وكذا، هيك صاروا يقولوا لنا. معارك عنيفه خاضها الجيش السوري لتامين قرى ومدن الغوطه، نظرا للتحصينات الكبيره التي اعد عدتها فيلق الرحمن واحرار الشام المنسحبين الى ادلب، تاركين وراءهم مستودعات من الاغذيه والادويه ومقرات مجهزه بوسائل الاتصال الفضائي. كانت حياتهم تحت الأرض بأنفاق حفروها المستضعفون من أمرهم. وقت كنت بعسكريتي كنت مخطوف، أنا جابوني لهون مخطوف، جبروني انحبست سنتين عندهم حفرت، وبعد ما خلصت حفر جبروني أني اشتغل معهم. بعد ما خلصت بطلت، فات الجيش العربي السوري ضمينا معه، سوينا تسوية وزبطنا أمورنا. والله الحمد لله، يعني فات الأمن فات كل شيء معه الحمد لله، يعني كل شيء رخيص وفي أكل وشرب وغاز. قال ما بصح غير الصح، هذا الصح والقبل الغلط. كنا عايشين بنعمة، هلا صرنا بنعمة، هلا بنعمة كبيرة، كنا ميتين من الجوع. والله كنا عايشين بزه، هلا الحمد لله الله فرج علينا. يعني اشترينا كوم أغراض 3000 فرنك. ازدحمت الشوارع وعادت ضحكات الأطفال تأخذ مكانها الطبيعي بدلا من أصوات الرصاص، بعد أن أمن الجيش السوري حوالي 90 كيلومترا مربع من مساحة الغوطة. بعد معارك تعتبر هي الأعنف بين الجيش العربي السوري والتنظيمات المسلحة، استطاع الجيش العربي السوري أن يعيد الأمن والأمان إلى بلدات ومدن وقرى الغوطة الشرقية، وأن تعود الحياة تدريجيا إلى هذه المناطق. من الغوطة الشرقية عين ترمة، رنا المتوالي لقناة النيل للأخبار. يعقد في جنيف اليوم مؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الإغاثة الإنسانية في اليمن بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ووفقا للأمم المتحدة، فسيجرى استخدام كل من المساهمة السعودية والإماراتية المقدرة بـ1 مليار دولار من أجل توسيع نطاق العمليات الإنسانية في أكثر المناطق تضررا باليمن. من جانبها، تسعى الأمم المتحدة إلى توفير نحو 3 مليارات دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون يمني. ومن المقرر أن يترأس وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي وفد الحكومة اليمنية المشارك في المؤتمر.
تكبدت ميليشيات الحوثي مؤخرا عدة هزائم في صعدة وتعز وجبهات الساحل الغربي، ما أدى لإجبار قيادتهم على الانتقال إلى صعدة في مسعى للدفاع عن معقلهم الرئيسي. في غضون ذلك، تواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها في 4 محاور بمساندة قوات التحالف العربي البري والجوية. وأسفرت الضربات الجوية لطائرات التحالف العربي في مناطق الساحل الغربي عن مقتل نحو 100 شخص من ميليشيات الحوثي وتدمير 16 آلية ومركبة عسكرية للحوثيين خلال الأيام 3 الماضية. وفي محافظة تعز، تقدمت القوات اليمنية مدعومة بغطاء جوي نحو مدينة الراهدة، ثاني أكبر مدن المحافظة، وسط انهيار في صفوف الميليشيات الحوثية. ينظم عمال سكك الحديد بفرنسا إضرابا يهدد بإحداث شلل بالبلاد اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر. يأتي ذلك احتجاجا على بعض الإصلاحات المقترحة من جانب الحكومة، والتي يرى العاملون بالقطاع أنها اتجاه نحو الخصخصة. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الإضراب في فوضى كبيرة في البلاد، حيث يبلغ عدد مستخدمي القطارات يوميا 4.5 ملايين فرنسي. تزامنا، تتواصل الحركة الاحتجاجية في الطيران، حيث تشهد شركة إير فرانس 4 يوم إضراب خلال شهر ينظمه موظفوها للمطالبة بزيادة عامة في الأجور. للمتابعة معنا عبر الهاتف من باريس مراسلة النيل ميرفت ميلاد. ميرفت، بعد التحية، يعني عمال السكك الحديد بفرنسا ينظمون حركة إضراب كثيفة تهدد بإحداث شلل بالبلاد اعتبارا من اليوم ول3 أشهر، كيف تابعت هذا الوضع وردود الأفعال الرسمية إزاءه؟ بالفعل بدأ موظفو شركة السكك الحديدية في فرنسا اللي هي الاس ان سي اف امس في تمام الساعه 7 مساء اضراب عن العمل، وتشهد خدمات القطارات اضراب شديد، قد تنعدم تماما في بعض الخطوط، وخطوط اخرى قد تتناقص الى 5 عدد الرحلات المعتاده للمواطنين. ومن المتوقع ان يستمر هذا الإضراب طويلا، لأن الحكومة لا تريد مناقشات مع العمال. وينهض عمال السكك الحديدية مشروع إصلاح الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا، وتنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مساهمة، أي أنها تفقد صفة شركة قومية. وهذا يفتح المجال للمنافسة، وفي نفس الوقت يفقد العاملين فيها الكثير من المزايا. طيب، ماذا عن حركة الطيران، خاصة شركة إير فرانس التي تشهد أيضا تواصل لإضراب للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية؟ بالفعل انضم موظفي شركة إير فرانس لهذه الإضرابات العمالية، إذ يطالبوا بارتفاع في ارتفاع 6% من أجور من الأجور. نعم، شكرا لك ميرفت ميلاد مراسلة النيل من العاصمة الفرنسية باريس. استضافت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية معرضا دوليا لمنتجات القهوة والشوكولاتة. فالقهوة في ثقافة السعودية تعتبر رمزا للضيافة والكرامة، وهي واحدة من أهم العناصر في المجالس السعودية. وختاما لهذه النشرة، إليكم تذكرة بأبرز العناوين. بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثانية، السيسي يتعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين وبتحقيق تطلعات الشعب. اجتماع طارئ اليوم لمجلس الجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. واشتباكات عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش في مدينة البوكمال السورية.
نهاية النشرة. لمزيد من التفاصيل موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.